السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا مرة أخرى وياكم. لاحظوا، احنا مثل ما اجينا عملنا اللوجينج ماجول، فهنا في الاندكس لازم يكون الملف دائما بسيط قليل، وعدد الكودات تكون بها قليل على قدر الإمكان. فنلاحظ انه هنا عندنا شيء، عندنا الامبلوي ومعلومات الامبلوي اني ممكن اخذها واحولها لمكان آخر. يعني شلون؟ اقدر انه هنا أنا على سبيل المثال اعمل لي فولدر خاص، هذا الفولدر اسميه بالامبلويز. في داخلها اقدر اعمل لي فايل، هذا راح يكون خاص بالموظفين. خلينا نجي هنا أنا مثلا نعمل له فايل ونسميها employees.js. هذا ايش راح يكون بها؟ هذا راح يكون بها كل معلومات منه الامبلوي. اخذ هذا كات اضعها هنا، ايضا اجي هنا هذولا، هذا امبلوي هذا امبلوي، انزل للاسفل يعني الجيت والبوست والديليت والبوت كل هذولا تابعين للامبلوي بهذه الصيغه، و هذا كله تابعين لمن؟ تابعين للامبلوي. فاجي اقول له كات، اجي للامبلوي اعمل انتر واعمل له بيست. هذا الفايل راح يكون خاص بالامبلويز، بس يحتاج شغله، هنا لازم اضيف الاكسبرس. ليش؟ على مود الاب. فكونست اكسبرس يساوي ريكواير اند اكسبرس بهذا الشكل. اضافه الى ذلك اقدر استخدم فانكشن موجود بالاكسبرس اللي هو اسمه الراوتر. فكرته شنو هو؟ انه هذه كلها يتحول الى الراوتينج. ليش؟ لان هذولا راوتر. زين، ما احتاج انه اني استخدم اب. يعني ليش اجي اصنع مثل هذه الحاله؟ لا، اقدر راسا من الاكسبرس فانكشن او اكسبرس نفسها فيها فانكشن اسمه راوتر، ذولا نحولهم الى راوتر. فاذا جينا قلنا له كونست راوتر يساوي اكسبرس دوت راوتر بالكابيتال فارزه منقطه، ذولا الاب كلها تتحول الى شنو؟ راوتر 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 راوتر. تمام، هذه كلتهم يتحولون الى راوتر. يبقى اخر شيء، ذولا بما انه كلتهم يتحولوا الى راوتر اقدر اعمل شنو؟ اكسبورت للراوتر. فانزل للاسفل اخر شيء هنا واجي اقول شنو؟ module.exports يساوي راوتر. فكلهم اندمجوا من ضمن الراوتر. فاني الراوتر مجرد انادي عليها راح ينادي لي على كل هذه الميثودز اللي اني صنعتها في داخل فايل اللي هو employees.js. طيب، شو يحتاج بالطرف الثاني؟ هذا اقول له سيف. الطرف الثاني هنا يحتاج انه اني اجلب هذا الفايل، مثل ما اني جلبت منه اللوجينج. لاحظ، اقدر اقول لك كونست اسميه بالامبلويز كونستانت ريكواير دوت سلاش، لانه فايل لاحظ امبلويز سلاش امبلويز بهذه الصيغه. فهذا اقدر هنا اقول له فارزه منقطه، اند هنا نفس الحاله الاب دوت يوز. فاجي شو اقول له؟ انطي له المسار. انا ايش اريد؟ اريد اي شخص، لاحظ كلهم تقريبا نفس المسار اللي هو الاب اي بي اي امبلويز اي بي اي امبلويز اي بي اي امبلويز، لاحظ كلهم نفس المسار. زين، فاذا انا اقدر هنا انطي له مسار، اقول له اذا اليوزر طلب هذا المسار بغض النظر كل يريد يشوف كل الموظفين او موظف واحد او يريد يعمل ابديت او يريد يعمل ديليت او يعمل باتش، المهم اللي يذهب لهذا المسار المفروض نعيد توجيهه الى من؟ الى الامبلويز، او اللي راح ينطي له البيانات هو الامبلويز بهذه الصيغه.
بكل بساطة هذا اللي انت تحتاجه. زين، بالطرف الثاني بما انه انت هذا هنا حددته، اذا بالطرف الثاني هذا بعد ما له معنى تبقي، صح؟ لان هذا انت اصلا خليته هنا، فهو راح يذهب هنا، فهذا تقدر تعوضه ب سلاش. هذا ايضا موجود، اذا بس شنو اللي ما موجود ب اي دي، فتبقي فقط الاي دي بهذه الصوره. هنا انت عندك post employees شيله، صح؟ هنا راح تقول لي اوكي مو تشابهه، لا هذا get هذا post يختلف. فهنا عندك ايضا put للاي دي هذا هالشكل راح يكون، وعندك هنا delete بهذه الصوره. فهنا كل شيء تمام. مستعدين؟ خلينا نشوف. هنا نجي نقول له send، لاحظ جت لي نتائج. اذا جت هنا قلت له send، لاحظ رجعت لي نتائج، تمام كل شيء شغال. لاحظ نوقفه ونشغله من جديد، تمام. نطلب المعلومات، لاحظ جلب لي اياها معلومة مثلا خلينا نقول ثاني واحد send، لاحظ احمد اسامة. فبهالشكل انت راح يكون عندك ارتب، لان انت مثلا ممكن يكون عندك مشروعك نظام إدارة الشركة، فيكون عندك قسم HR، قسم مثلا sales، قسم المبيعات، يعني خلينا نقول قسم HR، قسم المبيعات، قسم الإداري، قسم المخازن وإلى آخره. فكل واحد من عندهم تقدر تعمل له فولدر، وكل واحد من عندهم يصير عنده access وobject خاص إله للبيانات. فهالشكل راح يكون عندك شنو المشروع مالتك أرتب بكثير. فيكون عندك الindex أيضا أرتب، لاحظ هنا الindex أصبح جميل جدا. زين، كل واحد من عندهم عنده فولدرة الخاص اللي تضع بيها. هاي الطريقة احنا نسميها بالكومبوننت، كومبوننتس، انه كل ماجل يكون عنده كومبوننت خاص بها. هذا كومبوننت الامبلويز، هذا كومبوننت اللوجر. فهنا لاحظ كم جميل. زين، لاحظ مكوناته جدا جدا بسيطة. فلهنا نوصل نهاية الدرس، نلتقي وياكم الدرس القادم. مع السلامة.